صوت الطرب الأصيل ووريث الشجن والسلطنة. يا أختي سمليتين سمليتين يا أختي، عليك رمش عين هو سبب دوق. النجم محمد عدوية. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاه الحبايب، زحمة ولا عطش رحمة، مولد وصاحبه جايب، أجي من هنا زحمة. حلوة. في حد النجوم مع سالي عبد السلام. سعيدة سالي السعيدة. حوار الفن والحكايات على شواطئ العالمين الجديدة، يحكي سر النغمة الشعبية القادمة من جينات عدوية الكبير. حتى والدك مرضتش انت تقارن بيه، ما كنتش عايز تقارن وهو بيه. بيقارنش بحد، عدوية برضو هو كان طول عمره كده. ولماذا لم يختار العيش في جلباب أبيه ويكشف لأول مرة سر تعاونه الخفي مع عمرو دياب؟ عمري ما لحنت لحد. أنا إيه ده بتهزر؟ هو عمرو دياب بس. وكيف تألق في تترات الدراما؟ عايز بصمة في التترات دي؟ عامل يعني بصمة؟ لا عامل. حد النجوم مع سالي عبد السلام غداً 10:00 مساء على قناة مصر الأولى.